بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على موضوع التركيز. في ناس كتير تقولك انا بذاكر وقت كتير قوي، مثلا 15 16 ساعه في اليوم، ومع ذلك النتيجه ولا حاجه، مفيش حصيله علميه. طب ايه الموضوع؟ على فكره انت لو ذاكرت ساعتين ثلاثه بتركيز ابرك بكتير لما تذاكر 15 16 ساعه وانت مشتت الانتباه ومش مركز في حاجه. خليني احكي لك قصتين سريعا جدا. كنت انا خلصت سنة دراسية وقال لي ذاكر الواحد شال المادة رياضة، فقعدت معاه، هو اذكى مني، بس طول ما انا بذاكر له تمام كان عنده مشكلة بقى في الموضوع دوت. يروح بس كده لبره الشباك، ايه ده البلح اخضر، هو امتى هيبداوا يستوي ويبداوا يجيبوه؟ ده على فكرة الشقة دي لو زرعوا فيها هيبقى موضوع حلو قوي وجميل قوي. يعني على فكرة انا كان معايا قلم زي ده بالظبط، يعني بس ضاع مني. يا ابني ركز يا ابني، سين زائد ص. ماشي سين. هو ليه احنا ما نعملش كتاب كده يبقى الوان وبتاع؟ يا عم ركز. فهو كان مشكلته عدم تركيز. تمام، طيب احكي لك بقى حتى بسيطة جدا. كان جدي الله يرحمه كان كل يوم كده يروح واخد المصحف واخد معاه قلة ويقعد في مكان هادي، مكان هادي جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، على الحصيره ويقعد يقرا قران. تمام، اي حاجه تشتته يشيلها من مكانها. تمام، قدامه حيطه ساده. كان في الغيط يروح قايل لجيرانه، يا اخوانا وقت المحصول اللي انتوا عايزين خدوه، بس محدش يقعد حتى في طوب، محدش يمحى خالص. فكان الناس حدفت الطوب على شجره الجوافه راح قاطعها، جيت لقيته قاطعها خالص. ليه؟ عايز يركز، عايز ما فيش حاجه تشتت انتباهه عن قراءه القران. فاحنا عايزين نعمل كده. تمام، انسب وقت عن تجربه بحيث ان ما تجيش حد يمين شمال بتاع، هو وقت الفجر. تمام، بعد الفجر كده صلي الفجر وتقعد بقى تذاكر ساعه ساعتين حسب قدرتك. لو 3 ساعات ممكن واحد مثلا يكون بيصلي الفجر 3:30 وميعاد شغل 8، ففي وقت براح جدا ان هو يقعد يقرأ ويذاكر ويستوعب كل حاجة. تمام، الوقت ده محدش هيتصل بيك، مفيش حد من صحابك، مفيش أفلام، مفيش حاجة خالص. أي حاجة تجيلك انساها. تمام، لو واحد عزيز عليك حصل فيلم حصل بتاع، لا الوقت ده أنا بخسره كذا. أي حاجة تانية اعملها في وقت غير دوت. تمام، ده الوقت بتاع المذاكرة، وقت التحصيل العلمي. تمام، طول ما أنت قاعد حاول تقعد في مكان مفيهوش تشتيت. أنا بحب أقعد وشي للحيطة، الترابيزة ببقى حاططها وشها للحيطة. تمام، بحيث ما فيش قدام بقى، ما فيش كرسي، ما فيش كذا، ما فيش اي حاجة تشتت انتباهي. لا، الترابيزة محطوط عليها الحاجة بس اللي انا هذاكرها. تمام، وقدامي حيطة سد، يعني بحط ظهري تمام للشقة او الاوضة وكل حاجة. الوقت دوت قافل على نفس الاوضة، ما فيش حد بكلمه، ما فيش حد بكلم معاه، التليفون مقفول، ما فيش حاجة خالص. تمام، من ضمن الحاجات اللي بتشتت الانتباه التليفون. تمام، تلاقي كل شويه فيسبوك، تلاقي تويتر، تلاقي كذا كذا كذا، واتساب، سكايب، لا ايه كل الحاجات دي، وركز في الساعه ساعتين دول. في ناس كتير جدا دخلت طب وهندسه بانها بتذاكر ساعه ساعتين في اليوم، بيروح المحاضره يسمع ويكتب، يروح البيت يريح شويه تمام، ويصحى كده فايق يروح ايه ملخص اللي اتقال في المحاضره. تمام، والصبح الفجر يبدا، ممكن يذاكر كل يوم ماده، يخلي يوم الماده. ممكن في ناس بتعمل ربع ساعه، تذاكر ربع ساعه مثلا الماده دي، وبعد كده تريح 5 دقائق، وربع ساعه ماده تانية، وربع ساعه ماده تانية، يبقى كل يوم بيذاكر كل المواد اللي عليه في قد ايه، في الساعتين او في الساعه ونص بتوع الصبح. تمام، يعني هو طول اليوم التانيين مثلا بيروح المكان الفلاني، بيروح المكان الفلاني، ومع ذلك مش مقصر في المذاكره وبيطلع من الاوائل. ومع ذلك مثلا ممكن يكون شغال شغلانه كبيره بعد الشغل. تمام، وممكن يعمل حاجه، يروح ملخص ويعمل حاجه اسمها خرائط ذهنيه، يعني بيكتب ملخص كده للمحاضرات، وبحس في اي وقت مثلا هو في الميكروباص واقف هنا يفتح الورقه، مجرد بس يبص عليها كده 2 دقيقة افتكر الماده كلها، عمل هو ملخص كده زي برشامه، بس بدل ما بيخش بقى اللجنه، لا هو في اي موقف بيروح فاتحها ويروح قاريها. في ناس بتعمل تكتب مثلا ورقه وتحطها في علب السجاير بحيث كل يوم يفتحها يبص، لا انا اقول له بطل سجاير احسن وحط مثلا الورقه دي في اي حاجه تانية. تمام، ما تخليش اي حاجه تشتتك.
يعني خلينا نشوف كده في الاحاديث. السيدة عائشة بتقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، قميص له اعلام، في رسومات. فقال شغلتني اعلام هذه الخميصة، كان واحد مداله اسمه ابي جهم، اداله هدية، فقال له اذهبوا بها الى ابي جهم، رجعها له بس من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان الراجل ما يزعلش، واتوني بانبجانيته، قول له هات القميص اللي عندك اللي هو ساده ما فيهوش اي رسومات خالص، تمام. وعن انس كان في كرام لعائشه، في ستاره سيده عائشه كانت حاطه على حيطه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال حوالي كرامك فانه لا تزال تصويره تعرض لي في صلاتي. ما تشتتش الحاجات المنقوشه، ابعد عنها. انا لما بحب اصلي بصلي على الحصيره، على السجاده، تكون ما فيهاش اي رسومات، تكون حاجه ساده، بحس ان الواحد ما يشتتش نفسه. فانت برضو في المذاكره، في الصلاه، في اي حاجه، حاول بساطه، حاول تكون الحاجه ساده بحيث ان انت ما تشتتش نفسك، ما فيش مقاطعات، ما فيش اي حاجه خالص. محدد اولويتك، محدد هدفك، محدد هتعمل ايه النهارده. يعني ما تقعدش انا ذاكر فيزياء ولا بتلاقي ساعتين ضاع وانت لسه ما عارفش تذاكر ايه. لا، انا عارف ان النهارده هذاكر كذا وهذاكر كذا وهذاكر كذا، وكل اسبوع بتقعد مع نفسك وتعمل تقييم، هل انا ماشي مع الماده ولا لا، هل الساعه اللي انا مذاكرها كل يوم دي كافيه ولا لا، هل في حاجه بتشتت انتباهي ولا لا، هل في مثلا برنامج بيشتت انتباهي ولا لا، هل لما انا بذاكر بالكمبيوتر بيوفر وقت ولا بيضيع وقت، ولا لو ذاكرت عادي. انا في بعض المواد بذاكرها على الموبايل، يعني انا مسطب كده كام برنامج بحيث وانا فاضي بذاكر على الموبايل. ممكن واحد ما يسيبوش الموضوع دوت لانه هو مشغال، بتطلع الرسائل بيشتت نفسه. انا الحمد لله في بعض المواد كده بذاكرها بالموبايل، تمام، مسطب برنامج للماده دي. انت ممكن تلاقي مثلا لا انا كمبيوتر موبايل ما بعرفش اذاكر، انا بذاكر ورقه وقلم. خلاص ذاكر ورقه وقلم، الناس مش كلها حاجه واحده. اخر حاجه ترك المعاصي. يعني في احد الشعراء قال بيت شعر وردده وراءه الامام الشافعي، فحفظت ان الامام الشافعي هو اللي قال البيت دوت، بس مش الامام الشافعي اللي هو شكوت الى وقيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي بان العلم فضل وفضل الله لا يهدى لعاصي. المعصية اللي هتعملها هتشتت انتباهك، هتخليك تقعد مش عارف تركز ومش عارف لا تعصي الله، عصيس ان ربنا يوفقك دنيا واخره ان شاء الله.